وصلنا؟ شو رأيك؟ حارة، ناس صراف، وهذا البيت تبع البنات، ومن هون السيارة بتمرق. المكان مناسب، كل شيء هون منيح. كيف؟ خلاص اعتمدنا منرجع؟ لوين؟ على الوكالة. مو بكير؟ أنا حابة أشوف غير أماكن كمان. ليش ما عجبك؟ بتحسه حزين. حزين؟ هاد مو المكان اللي أنا راسمته بخيالي. خلينا ندور كمان بالحارات اللي قبل واللي بعد مثلا. المهم تشغليني، مو هيك؟ الشغل هو المهم. ليش وقفنا هون جنبك؟ لأنه هذا المكان اللي براسك. بظن هذا اللي انكتب بالسيناريو، ما هيك؟ مين قال؟ لأنه هون في محل للخياطة وبقالية وفرن، لحام، كوافيرة، ومحل لانجري، يعني كل المحلات المكتوبة بالسيناريو تبعك موجودة هون. مثلا تعي نشوف شو في بهذا البيت جنبك. أوب. ليه رنيت الجرس؟ أمي مو هون، أهلي ما نوم بالبيت. لا أمي، شوفي بنتي وهي بخانة. جان بيك هون، أهلا وسهلا. أهلا فيكي جان. جان عم ندور على مكان للتصوير يعني، بس قلنا منشرب كاسة شاي معك بالأول وبعدين مندور، بجوز معنوياتنا ترتفع بكاسة الشاي اللي حنشربها معك إذا ما فيها إزعاج. إزعاج شو ابني؟ بتنور البيت والله، تفضل أهلين. ما تفوت، ما عنا وقت للشاي بنوب هلأ. برأيي بلا ما نعذب أمي بعمل الشاي. لك بكفي أمي. تفضل فوت فوت. شكرا. جانبيك عن جد بدكم تصوروا إعلان بحارتنا وبنتي ريهام، هي يلي كاتبة السيناريو، أنت ليش ما بتقولي لأمي؟ أنا مثلك تفاجأت والله. إيه بالوكالة هيك النظام، مفاجآت دائما. الموظفين طلع عندهم مواهب مخباية ومهمة عرفناها فجأة، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحملهم لأنه بيحبوا يتطوروا. اي صح، اي الناس يلي بيحبوا شغلهم ما بيتفرط فيهم. اي والله مزبوط. ما بيتفرط فيهم. وهي بخانهم، بس نجي بكرة على التصوير، فيكي لو سمحتي تحضري أكل للفريق اللي رح يكون موجود؟ يعني ممكن تفتحي لنا حديقة البيت وتعملي مثل بوفيه مفتوح كرمالنا؟ اي بوفيه مفتوح طبعا، بفتح لكم حديقة البيت وبنعمل يلي بدكم يا كمان، ما هيك؟ ممتاز ممتاز. بالنسبة للحارة كتير مناسبة للتصوير، كله موجود. بس ضل في شغلة، أبطال هذا الإعلان من عمر ريهام تقريبا، وهنن أربع بنات بيضبوا شنات السفر تبعهم بغرف نومهم، وبعدين بيتركوا البيت. يعني بالمختصر بدي أربع غرف نوم نصور فيهم. إيه طبعا، في طبعا البنات عندهم غرف نوم، فيك تستخدمهم ابني. شو ممتاز، شو هالحكي؟ بلا بنتي فيكن تستخدمهم، مو انت كاتبة السيناريو، لشو لتخلي جانبيك يزعل؟ يعني بيستخدم غرفتك وغرفة ليلى، شيء كتير حلو، ما هيك؟ شو إذا أنا اللي كتبت السيناريو بخليهم يصوروا بحمامي؟ ايه طبعاً، اللي عم تقوله وهيبة خانم مزبوط، ليش لا؟ معقول تزعلي جنبك؟ ليش لا؟ ليش يعني؟ ما فهمت بنوم؟ يا ترى فيني فوت شوف غرف النوم؟ لو سمحتي.
طبعا في. كيف يعني؟ خليه يشوفهم بنتي وانا رح روح اتسوى مشال بوفيه. طيب شو عم تقولي انت؟ وقفي لا تروحي. لا تشيلي هم شيء، روحي وهي بخانهم، روحي. الشاي ما شربته هلا بيبرد، وين رايح؟ خليني اشوف الغرفه اذا مرتبه. جان جان الباتروس، ليش هاي اللوحة لساتها هون؟ كانت موجودة من الأول وما فكرت إنه شيلها. رجعت تكتبي الرواية؟ إيه عم أكتب. ما بدك تتراجعي؟ لا ما بدي. ليك ريهام، لما شفت الغرفة والترتيب تبعها غيرت رأيي. بلا ما نصور فيها لأنه حتخرب. غرفة كتير حلوة ولهيك منلاقي غيرها مو مشكلة. ماشي مثل ما بدك. منطلع منها؟ أقوى البحر المرجوحة جي جي جي. مين قصدك؟ جهينة قصدي، لأنه ما عم تزبط معي بنوب هالريحة ومشان ما أنساها بكتبها هون وهون يعني. جهينة لكن جهينة إيه. وأنا في عندي جهينة كمان من شجرة الأماني، خليها معك. أنت ليش عم تعمل معي هيك؟ شو هالوقاحة؟ شلت أمنيتي عن الشجرة؟ هيك طلع معك؟ طلع معك إنه أنا واحد وقح ما هيك؟ لازم تفكري بحركاتك بالأول ريهام. لك لشو بدي فكر؟ ما عاد بدي فكر بشي بنوب حاجة. معك حق، خلص حاجة. الحق علي أنا، معناتها أنا اللي مو فهمان حركاتك اللي عم تعمليها. يمكن الحق معك، أنت طلعتي ما بتحبيني بنوب، مستحيل يكون في حب الموضوع. ما حدا بيلعب بمشاعر اللي بيحبه ولا بيهرب منه ولا حتى بيكسر له قلبه. بقى شو ما كان الشي اللي بيناتنا فهو شي سخيف كتير. جام صار فيكي ترتاحي هلأ، خلص مستحيل صدق إنك بتحبيني. جان أنا بهنيكي ريهام، ربحتي الحرب أنت. جان استنى، ممكن توقف لحظة بس؟ جان لو سمحت. لو سمحتي بعدي جان ما تروح متضايق. ريهام إذا بتريدي بعدي لو سمحتي. جان جان
من زمان ناطرة؟ لا بس من 4 ساعات. أهلا وسهلا. أهلين فيك جان. في شي جاية تقولي طيب؟ في اللي حقوله حابب تسمعه ولا لا؟ يمكن ما تصدقيني بس شفت هالمشهد بمنامي ومو مرة واحدة، ولهيك ماني متأكد إنه بدي أسمع. ليش قلتي ما بدك يعني؟ لأنه أنا بموت فيك. ليش عم تهربي مني؟ لأنه أنا كتير بحبك. ليش ما بدك نكون سوا؟ لأنه أنا بحبك. حتى أنا بحبك أكثر ما بحب حالي. انت شو بتساوي فيني ريهام؟ شو بساوي؟ لو بعرف انا اكيد ما كنت سألتك. تعبينا مي انا وياك. ما عندي مشكلة، مستعد اقعد معك هون للصبح. المهم معك حتى لو مرضت. ليك جان، مو حاسة براسي كأنه متخدر، يعني حاسة إنه عقلاتي ما نم معي. بوسة تانية وبيروح هذا الإحساس. أنا هيك بظن، أنت شو رأيك بالقصة؟ إيه يمكن هيك. يلا تعي بسرعة بسرعة بسرعة. هون أدفع. جوعانة؟ ايه رح أموت من جوعي. أعمل لك عشاء؟ بعمل أنا مثلاً، بعمل كفتة. أوعيك، ما بدي عزبك، عيب أنا بعمل هلأ، صار دوري لأنه يعني أنت مانك حابب تخاطر اليوم مو هيك؟ بخاطر، يعني بخاطر بحياتي كرمالك، بس حابب هالليلة أقضيها معك وإشبع منك وبعدها موت تسمم، ما في مشكلة. تعي لشوف شو بدي لبسك لأنه هلأ بتبردي. تعي. سقعت. أهلا وسهلا. أهلين فيك. حطيت فستاني على النشافة ربع ساعة وبينشف. هيك أحلى، يعني شوي نازل عن كتفك بس هيك أحلى، كتير أحلى، بياخد العقل. برأيي خليه ساعتين لينشف منيح، يعني بلا ما يكون مرطب، وتاخدي برد إذا لبستي. خليه لينشف، أنا رح أعمل معكرونة وسلطة، بظن أنك بتحبيهم ما؟ أي كتير. أي تمام، منيح، ممتاز. كريمة ما؟ دوقي لي اياها. منيحه هيك ولا بدها شيء؟ منيحه؟ لا ما بدها شيء، طالعه بتاخذ العقل، طالعه اطيب من الكفته. يلا قول انت من وين متعلم؟
طلعت بتعرف تطبخ منيح على فكرة. عن جد؟ إيه؟ حلو. معناها أنا رح أعمل السلطة. منخلص مع بعض. ديري بالك، السكينة يلي بإيدك كتير حادة، انتبهي بلا ما تنجرحي، انتبهي على أصابعك حبيبتي. تمام. خلاص تركي، تركي، خلاص، تركي من إيدك، هاتي عنك. أنا بساويهم، حطي السكين هون وقومي. نسيت أسألك شو تشربي، هو بالحقيقة كنت بدي صب لك كاسة مشروب معي بس. هو أنا هيك عم أقول بلاها بلا ما تقولي لي الملك السيء وما بعرف شو. صح بالمناسبة، ليش هيك قلتي لي هديك الليلة؟ ليش ما عم تجاوبي؟ إذا جاوبتك على هالسؤال وقتها رح أضطر خبرك بكل شي جان. إيه خبريني، عنا وقت، أنا عم أسمعك. أصلاً أنا بدي أعرف كل شي عنك، قولي بقى. إذا عرفت كل شي رح تبعد عني وما عاد ترضى تشوفني. شو هالحكي؟ أنا ما بيهمني ماضيكي شو ما كان. أنتِ ليش هيك عم تقولي؟ آه؟ ليكي، أنا مستحيل بعد عنك، يعني هالشي مستحيل يصير، خلي ببالك هالحكي. بعدين شو خطر لك تقولي هيك ريهام؟ ليش هيك يا قلبي؟ ليش زعلتي وانقلب مزاجك؟ آه؟ جان يمكن نحن مو مناسبين لبعض. أنا شو قلت لك؟ لا تفكري، حسي وبس. قلت لك امشي ورا قلبك. خلينا نفكر بهاللحظة وبالمستقبل وبس. ماشي. كنت بدي خبرك كل شيء من فترة طويلة. بدي بس. طيب عندي فكرة. انت هلا لا تفكري بشي ولا تشغلي بالك بهي القصص شو ما كانت، خلص لا تشغلي بالك بشي ابدا، منحكي بكل شي بعدين، منحكي بهالموضوع بوقت تاني. ايه؟ يعني انا ريهام، افهميني لو سمحتي، انا بدي ننبسط اليوم، ما بدي انه تنتزع الليله علينا، ما بدي انتزع مزاجنا، وبما انه هذا الموضوع زعجك لا تحكي فيه. بس انا خلص ريهام، بدون بس، بتحكي لي بعدين، اصلا انا على طول رح كون جاهز اسمعك، بس تكوني جاهزة احكي لي، ممكن؟ لا تستعجلي، ماشي؟ الليلة ما رح نفكر إلا بهاللحظات الحلوة، تمام؟ تمام. طيب روقي، تعي. أنا بدي أشرب كاس مبيد. على مهلك، على مهلك ريهام، صحة صحة. أوه بس هي. إيه طيب. هلأ بتعانقيني وبتطلبي نرقص وبتصيري بتدوري وشو ما صار من هلأ ما دخلني. إذا ما شربت واحد تاني ما بيصير شي. طيب أوكي. أنا رايحة أشوف إذا نشف فستاني. أوكي خليكي هيك، طالعة بتجنن. شو هاد؟
مو معقولة أنت مو على أساس بس كاسة واحدة خلصت القنينة كلها ريهام. مو مهم، أنا بوعي، ما أثر فيني بنوب ورح ورجيك. فكرت إن بيت بيأثر فيني بس ما بعرف ليش قلت هالشي. ما بعرف ليش قلتي؟ أي يعني أنا ما عندي فكرة بالمرة، واضح إنه ما أثر عليك بنوب. تعي نمشي، تعي نشوف. بوعي عم يرقص كاشفتك. انت كأنه عم تلمح حشي، تعرف؟ انا حفظت تعابير وشك كلها مشان هيك عرفت. انا ذاكرتي كتير قوية على فكرة. حفظتيهم؟ ايه. مثل شو انا بعمل؟ هاتي قوليلي مثلا. انا لما بقلك كلام حلو بتخجل فورا او بتعمل هيك بوشك. ولما بصير خبص بالحكي قدامك انت تعمل هيك ببوزك بهالطريقة. ولما بدك تأشر على شيء مكان بتعمل هيك بإيدك. مزبوط. هنيك. ايه وغيره. كمان لما بتكون حلو طالع، مع انه انا كل يوم بشوفك حلو قولي. يعني اذا كنت طالع حلو بتصير بإيدك هيك تساوي، ولما حدا بيجاملك بتساويها. يلا هاتوا لشوف. ولما بدك تنفش حالك بتساوي إيدك هيك وبتشيل النظارة هيك بتشيلها. وإذا بدك تطلع منيح على شيء وحاطت النظارات بترفعها هيك عن عيونك وبتحطها هون. ايه مزبوط، بعمل هيك لما بنزعج. عن جد؟ ولما أكون بدي ركز على شيء هيك بعمل. فهمت عليك. انتي حافظتيني كتير منيح. تعي هاتي ضمي. تعي. طيب صار دورك. ايه بس أنا ما فيني أحفظ هيك تفاصيل كتيرة مثلك حبيبتي، بس في شغلات هيك قدرت انتبه لها. مثلا؟ مثلا ابتسامتك هيك. الدنيا كلها بتضوي لما بتبتسمي، وبتحكي على السريع لما بتتوتري هيك. مظبوط، بحكي بسرعة. ايه ولما تكوني عم تفكري بتلحمسي على شعراتك. وطبعا ريحتك اللي بتاخد العقل وبتجنن، ريحتك الحلوة اللي بتضل معي وين ما أروح، بتضل لاحقتني ومعلقة فيني. شو رأيك نهرب؟ شو رأيك؟ باخدك ومنهرب. منهرب فوراً إذا أنت موافقة. لوين؟ لوين ما بدك، يعني مثلاً ممكن نروح على غالاباغوس أو أي مكان ما رحتي عليه بحياتك. أنا ما رحت على مكان أصلاً بحياتي، ما طلعت برا البلد. عن جد أبداً؟ بالمرة؟ يعني الشغل بالمحل ما بده سفر ولا شيء. اختاري مكان، أي مكان بتحبي تكوني معي فيه من رحله. هون. وين؟ هون بالضبط. هالمكان بكفيني. امسكي اشربي الشاي، اشربي سخن بتستفيدي. يلا. يسلموا ايديك. تعرف انا كتير بحب الشاي. قديش الساعة طولت كتير؟ ما بعرف بس بظن اتأخر الوقت. انت اكيد عم تمزح. ليش وانا معك بمر الوقت بسرعة؟ ما عم افهم، ما ضل عندي ولا كذبة حتى أقولها لأمي. أنا لازم أقوم. لا 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 تروحي، لو سمحتي خليكي، لا تروحي. ضل كمان؟ خليكي، لا تروحي، لا تروحي. ما أروح؟ لا تروحي لو سمحتي. أساساً ما في شيء خليني أروح. إيه وأنا هيك عم أقول. ما في شيء بيشجعني على الروحة غير أتلك. لا ما رح تعمل شيء. لك أصلاً بقيت كتير، يعني قضيت نص اليوم هون تقريباً. لا تقلي خليكي، بضعف وما بروح. طيب بس أنا رح وصلك وخليكي حاطة هاد، وخدي كاسة الشاي معك اشربيها. ماشي؟ يا الله شو طيب شايك. انتبهي. يلا امشي. تعي. رح ناخد الطريق الطويل. أحسن. أنا رح أنزل هون بلا ما تشوفنا أمي أو رفقاتي. ما بدك تخبري أمك ورفقاتك؟ عن شو؟ عنا. عنا؟ بس شو قصدك؟ عن شو بدي خبرهم بالضبط؟ إنه منحب بعض وصرنا سوا. إذا أنا كنت رح أغمى من الخبر، بظن إذا خبرت أمي أكيد رح توقع بأرضها. بصراحة أنا هلأ ما رح خبر حدا، يعني أنا رح خبرهم بالوقت المناسب. شو بتقول؟ طيب ماشي مثل ما بدك ريهام. يلا بشوفك بكرة. بشوفك. بظن ما فيني بوسك هلأ يعني بما أنه بحارتكم. إيه طبعا ما فيك، ما بصير عنا هيك شغلات بنوب. يلا أنا رح أنزل.